السلام عليكم أعزائي الطلاب، مع حل كويزات الشابتر ما قبل الأخير، الشابتر رقم 21. هناك 5 كويزات، وفي التسجيل الأول سوف تجدون الحلول السريعة، وفي تسجيلات قادمة إن شاء الله سوف تلقون الحلول المفصلة. نبدأ بالسؤال الأول. An object is placed 35 centimeter in front of a flat mirror. What does the image form? والجواب هو 1 دي، بالطبع 35 سنتيمتر بعد المرآة، وهذا بالطبع من المحاضرة. والآن مع السؤال الثاني. A light ray traveling through air is incident on a flat slab of crown glass n يساوي 1.52 at an angle of 30 degrees to the normal. What is the angle of refraction? Choose the closest value. إذن مطلوب أنكم تحسبوا الزاوية للانكسار وتختارون الاختيار الأقرب، والجواب هو الأول A، ألفا يساوي 20 درجة. مع السؤال الثالث. A converging lens with focal length f equal 20 centimeter is used to view an object 50 centimeter from the lens. How far is the image from the lens? إذا المعطى، إذا focal length f للعدسة، المعطى أيضا مسافة الأوبجكت من العدسة 50 سنتيمتر، والمطلوب مسافة الإيمج بالنسبة للعدسة، والجواب هو C 30 سنتيمتر. السؤال الرابع. A diverging lens with focal length f equal 30 centimeter is used to view an object 90 centimeter from the lens. How far from the lens does the object appear? بالطبع عندنا إذا عدسة مفرقة، الفوكال لينث f يساوي 30 سنتيمتر، بالطبع في التطبيق f يساوي ناقص 30 سنتيمتر. مسافة الأوبجكت من العدسة 90 سنتيمتر، والمطلوب مسافة الصورة أو الإيمج من العدسة 90 سنتيمتر، والمطلوب مسافة الأوبجكت من العدسة، والجواب هو D، إذن 20 سنتيمتر. والسؤال الأخير. Two thin lenses, one with focal length F and the other with focal length 2F, are placed very close to each other along the optical axis. Their combined effect is the same as if a thin lens of the following focal length replaces them. إذا لدينا عدستين، الأولى بطول F والثانية بطول 2F. إذا الموضوعتين الواحدة بجنب الأخرى على الأوبتيكال أكسس، والمطلوب السيستم من العدستين يعتبر إذا عدسة واحدة مكافئة، وما هي الفوكال لينث للعدسة المكافئة، والجواب هو D F combined equal to F over 3. والآن مع الأجوبة المفصلة.